نسمعه على بعضه كده. طب في الحلقة دي بقى هنعمل follow up للحلقة اللي قبليها على طول. الحلقة دي هنعمل هنشوف examples سريعا كده في two projects يشرح ازاي التقطيع loops in conjunction مع البيت الاساسي اللي احنا عاملينه اللي هو متركب بروجرام دي يعني بالايد اللي هو فايل جنب فايل والكلام ده كله. هنشوف ازاي ممكن نقطع loops ونستفيد بالصوت بتاع loops للادفانتج بتاعتنا ان احنا نعمل بيه صوت بيت complex وريتش. كنت شرحت طبعا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت بس عايزين نشوف بقى examples من اغنية او projects انا عاملها بجد يعني. فهنشوف كده نسمع الاغنية دي كده مع بعض حتى كده منها. فيها فيرس هادي وكورس كبير الحتة دي برضو بيزيد عليها حتى كمان لوبس أكتر. والكورس اللي بعديه فيه برضو شوية لوبس زيت أكتر. شوف بقى البيت ده اتعمل ازاي. تعال نبتدي الاول بالبيت بتاع الكورس واوريكم برضو الحاجات اللي انا عملت لها بروجرامينج واللوبس اللي انا قطعتها. فمثلا احنا عندنا هنا الدرام راك ده انا عملت هنا لودينج لشويه سامبلز هنا. دي شويه ستومس. الستومس دي الميزه اللي فيها ان هي متسجله بفيلوسيتيز كتير قوي فالموضوع مش موضوع فوليوم. انت بتتحكم في الفايل نفسه متسجل هادي ومتسجل قوي ومتسجل بكل درجاته يعني. فالديناميكس تبقى حقيقيه قوي. عملتها ليرنج مع كذا صوت شبهه برضو. دي صوت تومز وبعد كده في بعد كده جمعت بقى يعني كيك بقى عاديه برضو تدينا الاتاك المطلوب يعني الانتومز والستومز دي بقى الاتاك بتاعها نوعا ما بيبقى ضعيف شوية فدي بتزود الاتاك بس ما بتلعبش في كل حتة بتنزل بس عند الحتة المهمة في التلاتة الاربعة مع بعض دول عاملين كده. وبعد كده بقى زودت بقيت الدرامز طبيعي جدا. ده كمان كل حاجات محطوطة بالإيد عادي. فينا كلاب برضو. أنا سمعنا اللوب كده على بعضها لقيتها تمام حلوة جميلة. الدرمز كده كان كويس. بس أنا حبيت أزود شوية حاجات عشان أخلي الموضوع يبقى يعني عميق شوية عن كده. فمثلا لو جبنا اللوب السامبلز بقى اللي جم بعد كده اللي هم دول هنسمعهم لوحدهم برضو. وبينا نلاحظ نلاقي ان التكستشرز بتاعتهم مختلفة خالص. دي صوتها اندستريال وصوتها مخرفش يعني فيها ميد رينج كده ديستورتد وده المطلوب يعني. المطلوب ان انا اعمل كونتراست ما بين كذا يعني من الفريكونسي سبيكترم من كذا حتة يعني من كذا فريكونسي عشان نخلي الموضوع يبقى ريتش اكتر وصوته احسن يعني. فدي مثلا اللوب دي كانت جاية عاملة كده. انا لازم بقى ايه ادجست اللوب دي
على مزاجنا بقى، بحيث ان هي تمشي كويس مع الدرمز الاساسيه الباترن اللي عاملها. فانا خدت منها الكيكايه وخدت السنير برضو بتاعتها، بس قسمتهم في تو تراكس. واكتفيت بكده يعني، لو في لعب في النص او حاجه زي كده ما خدتوش، لانه هيعمل زحمه. وكأن اللوب دي معموله مع دي، يعني تحس ان دي جزء من الدرمز اللي فوق، مع انها هي حاجه تانية خالص، جايه من حته تانية خالص، ودي اصلا كانت عامله كده. انا خدت الحتت اللي عجباني يعني، عاملين كده مع بعض. بعد كده في لوب كلاب كده خدتها على بعض. ميزة دي ان هي متسجلة بجد، فصوتها حقيقي. بعد كده في صوت نويز. الجميل في النويز ده ان هو النويز عاده طبعا لما يبقى صوته واطي يعني، بس النويز بيعمل تكشر حلو قوي في الميد رينج، غير ان هو بيحسسك ان الدرمز اللي انت مقطعها من كل حته دي ليه علاقه ببعض، يعني فجاه تحس ان الدرمز كلها بقت جايه من حته واحده، اكنهم عليهم افكت واحد يجمعهم كلهم. فالافكت بتاع صوت القوي صغير، بس الشغلانه دي بتاعت ساتلتيز يعني، الشغلانه دي كلها تفاصيل صغيره قوي لما بتتجمع مع بعض بتعمل نتيجة كبيرة. أنا عملت بريكاية. هنشوف بقى الفيرسز برضو الفيرسز، أو قبل ما نشوف الفيرسز احنا ممكن نبص على الكورس الأخير. أنا حاولت إيه أخليه يبقى صاحي شوية عن كده، فزودت ايه برضو بنفس التكنيك بالظبط، زودت دول. تامبورين شوتس وبتاع، حاجات صوتها اوركسترا شوية برضو، حاجات زي كده يعني، مخلي الموضوع هنا بقى. انا عامل حاجات كتير بقى في الفيرسز بقى، ماشي بالتكنيك ده جامد يعني. البيت بتاع البيز بقى، تعال نسمع بتاع الفيرس، عامل كده نسمعه على بعضه كده. البيت هنا بقى تعال نشوفه عامل ازاي. على الكيكه دي كنت قاصد ان هي تبقى مكتومه، عشان مش عايز يبقى ليها كاركتر، عايزين نسمع بس ان في كيكه، بس مش عايز كاركتر، لان الكاركتر كله جاي في الكورس. وهنا بقى في بقى كونسبت مهم جدا، ان مهم جدا يبقى في لما تيجي تعمل اي بروجكت، لو عندك يعني الاغنيه مقسومه حتتين وكل حته مختلفه شويه عن بعض، بيبقى صعب جدا ان انت نحس ان احنا بنسمع اغنيه واحده في الاخر، لو انت حاطط هنا سامبلز وهنا سامبلز، او هنا اصوات وهنا اصوات وبتاع، فساعات الكوهيرنس بتاع الاغنيه نفسه بيروح. فبنحل المشكله دي ازاي؟ وعلى الاقل انا بحاول احلها ازاي، ان انا بحاول ابقى في اصوات كومن ما بين الاثنين، يعني حتى لو انت مضطر تعمل اصوات تانية والاصوات التانية دي لازم تتغير علشان الكورس مثلا صوته مختلف خالص عن الفيرس، فساعتها في الحاله دي انت ممكن يبقى في عندك اصوات كومن تعمل كونتينيوتي للصوت، يبقى الصوت نوعا ما يبقى في اليمنتس مشتركه بين الاثنين حتى لو الفايب اتغيرت خالص، عشان ستيل نحس ان دي اغنيه واحده. فدي اللوب اللي هي كنت مستخدمها برضو في الكورس، استخدمتها برضو في الفيرس، هي بالظبط بيسك باترن خالص. فده ده العنصر المشترك ما بينه وما بين الكورس يعني، اللي هما الاثنين دول. طبعا ممكن اديلهم ميكس مختلف وممكن فوليومز مختلفة، مش مشكلة، لان يعني هما هنا اعلى، الصوت كده كده درامز الكورس اعلى، فمش مشكلة يعني، بحطهم في سيبر تراكس تانية وبديلهم الفوليوم اللي انا عايزه يعني. ففي بقى برضو
كل ما هو صوته خفيف كده هينفع في معانا في الفيرس ده. دول عاملين كده مع بعض كده لحد دلوقتي. وهي فيها من ريحة الكورس برضو شوية، برضو اللوب دي انا شكلتها برضو نوعا ما، قطعت فيها شوية، مخدتهاش زي ما هي لان ممكن يبقى فيها حاجات اكسترا انت مش عايزها. حطيت ده تاني برضو، برضو كيكاية تانية برضو زودت الموضوع شوية، مش مشكلة، ليرينج عادي. بعد كده حطيت نويز برضو، بس اللي انا لسبب ما الاغنية دي يعني هي قديمة جدا الاغنية دي، بس هي لسبب ما حسيت ان النويز في الون مش مغطي على الدنيا كلها، فبدل ما اقطعه خالص يعني قللته 35 دي بي، يعني اولموست الصوت مش موجود، اديته بس لون تاني علشان اعلمه يعني، لكنها سايد تشين يعني. بس ده بالنسبه للاكزامبل ده، نخش بقى على الاكزامبل تاني.